متعود صلي 4 سنين مو بس بالمطر بالتلج. لا نشوف شغلنا يعني ما في مجال توقف يلا يعني برد ما مقدور عليه بس مع المطر يعني هذا الشغل بالاخي. ما حيتقول شيء هالسلم. يوه. أنا صار لي 5 سنين بتركيا. إيه بعد سنة تقريباً موجود تركيا فتحنا هذا المشروع يعني. بدأت أنا أول شيء بمجال الكمبيوترات اختصاصي هندسة كمبيوترات وشبكات. بعدين طور كادرنا لعمل فريق الكاميرات وأجهزة الإنذار. كله صعب يعني ما في شيء سهل. شوف شلون بده يطلع من هون. شغالين بالثلج معلي سبحان الله كل سنه بالثلج بكون عندنا ورشه سبحان الله يعني فالجو ما بيأثر علينا بالعمل تماما بالعكس بيعطينا حافز للعمل. بسوريا ما درست انا تكنولوجيا ما صح لي فهون عم بدرس انا يعني درست واشتغلت رح اتخرج تقريبا باقي لي كم ماده بتخرج هي دراسه عم بعد بحكم طبيعه عملي ايه فصار ارجع على البيت كذا بحضر محاضرات بقدم مشاريع الماده كذا ايه وبصبح بمارس عملي بشكل عام بالمحل او بالورشات خارج المحل. الدراسه صعبه شيء؟ اي شيء صعب مالني بس اذا بتحبه بتابدع. والله طوله اجباري هذا الكبل توصيل شرطان تقطيع تخريب كل هاي الشغلات يعني ونواجهها ضمن عملنا. بكون سنة وصلات ما نسيتهم سبحان الله بس نسيتهم ما في مجال يعني احيانا الا ما تنسى لك شيء شغله شيء وصله شيء نقزه. هاي محلنا. السلام عليكم. السلام دعيما. جبناكم فريق التصوير وجينا شرفوا. خلص دراسي ان شاء الله ونطور مجال اللي عم نعمل فيه يعني نحن نستلم تعهدات كبيره بالتكنولوجيا شبكات مثل ابني تعهدات كبيره ونفوت بالمجال التركي يعني هذا هو الطموح كعمل يعني ان شاء الله. اي عمل بده يبدا يعني بفشل بخطا ما حيكون كامل بس توصل لمرحله باذن الله يعني 90% تأدي الشغله باتقان يعني هذا مبدا العمل الناجح بشكل عام. انا فشلت مره واثنين وثلاثه وتعذبت بتركيا اول سنه عذاب مو طبيعي ايه فبعدين الله فتح علينا والحمد لله وبدأنا العمل وشوي شوي يعني صار في عنا زباين صار في شغل والحمد لله رب العالمين.